القصة القادمة قصة عربية لكن عمقها مصر، عمقها مصر، لأن ما يحدث في لبنان تشعر به مصر بقوة، وما يشعر ما يحدث في السعودية والإمارات، لأن العالم العربي كله على قلب رجل واحد. النهاردة كان في عدد من الأحداث العربية في غاية الأهمية، يعني نبدأها مثلا من لبنان لأن هي فيها كان آخر الأحداث اللي شهدت خطاب الوداع لزعيم طيار المستقبل. سعد الحريري أعلن انسحابه من الحياة السياسية بشكل كامل، وأعلن كمان أنه لن يترشح للانتخابات البرلمانية لا هو ولا طياره الحاكم للبنان طول فترة السنوات اللي فاتت. طيب خلينا نشوف جزء من الخطاب والأسباب اللي هو قالها وذكرها واللي دفعته عشان ياخد القرار ده ويعلنه على الملأ في الوقت الحرج ده اللي بتمر فيه لبنان، ونرجع تاني. ولأنني مقتنع أن لا مجال لأي فرصة إيجابية للبنان في ظل النفوذ الإيراني والتخبط الدولي والانقسام الوطني واستعارة الطائفية واهتراء الدولة، أعلن التالي: أولاً، تعليق عملي بالحياة السياسية ودعوة عائلتي في تيار المستقبل لاتخاذ الخطوة نفسها. ثانيا، عدم الترشح للانتخابات النيابية وعدم التقدم بأي ترشيحات من تيار المستقبل أو باسم التيار. تصريحات الحريري تسببت في حالة جدل واسعة. خرج رئيس الحكومة الحالي نجيب ميقاتي وقال إن كلام الحريري صفعة حزينة للوطن وليه شخصيا، لكنه متفاهم الظروف المؤلمة التي يعيشها عدد من السياسيين اللبنانيين وعلى رأسهم وليد جنبلاط، اللي شاف إن القرار يعني إطلاق يد حزب الله والإيرانيين في لبنان. طبعا الوضع في لبنان وضع مؤسف جدا وليس بعيدا عن ما يحدث في المنطقة. واضح أن إيران فكرة الحرب الشيعية السنية أو السنية الشيعية، المشروع القديم اللي بيلعب عليه الغرب، نجح، لأن من لبنان لليمن اللي أصبحت منصة الآن من قبل الحوثيين لإطلاق الصواريخ الإرهابية على مناطق مدنية في الإمارات والمملكة العربية السعودية، واللي كان آخرهم النهاردة. الهجوم الفاشل النهاردة كان بصاروخين على أبو ظبي، تزامن مع هجومين حوثيين على عسير وجازان بالمملكة العربية السعودية. كل ده تزامن مع تصريحات لوزير خارجية إيران قال فيها يا عيني إن السعودية إذا قررت استئناف علاقاتها الدبلوماسية مع بلاده فهم هيرحبوا، كتر خيركم. واضح جدا الترحيب، هكذا طريقة إيران بعد أن امتدت أصابعها في العراق، في اليمن، في لبنان، في سوريا، أصبحت ورقة قوية لأي وضع شروط أو تفاوض، والعالم أو ينظر إلى هذا الوضع باستحباب، يعني بترحيب. يعني جميع الأحداث دي اللي بتتعرض لها منطقتنا بتأتي في وقت بنرى فيه عودة لداعش بقوة للواجهة في سوريا والعراق. ده اللي حضرت منه مراكز أبحاث دولية توقعت تنامي النشاط الإرهابي في 2022. هي المنطقة رحل فين وليه دلوقتي، وإزاي هنقدر نواجه ده؟ دي أسئلة بنطرحها على السيد العميد الدكتور خالد عكاشة، رئيس المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. مساء الخير يا سيد العميد. استاذ خيري، وكل سنه وحضرتك طيب وحضرتك بخير وسعاده. تحياتي ليك وللساده المشاهدين. اهلا بحضرتك معانا دايما دكتور خالد. اهلا استاذه كريمه. خلينا ناخد بتتابع الملفات زي ما عرضناها. احنا هنبتدي من ملف لبنان، وماذا يعني برايك انسحاب الحريري تماما من الحياه السياسيه والمشاركه فيها هو وحزبه الان في ظل كل ما تتعرض ليه لبنان من ضغوط سواء داخليه او خارجيه؟ يعني أنا قادر أقراها يعني حالة من حالات الإحباط واليأس. المشكلة بتراوح مكانها ربما داخلة في عامها الثالث أو الرابع. حالة الجمود يعني اللا حل ده يعني الحقيقة يجعل كثير من السياسيين وليس الحريري وحده يشعر بهذا القدر من الإحباط والرهبة
الرغبة في ترك الساحة كلها مع كل هذه التعقيدات وكل هذه المحاولات للخروج من لبنان من أزماته المزمنة في الوقت اللي أصابع كثيرة وأيادي كثيرة الحقيقة، يعني بتدفع لبنان أن يظل على هذا الوضع، مصالحهم متحققة، مختطفين الدولة اللبنانية ومصير الشعب اللبناني ومستقبله لصالح أجندات خارجية بيحققوا منها مصالح، فبالطبع بيبذلوا كل الجهود من أجل أن يبقى الوضع على ما هو عليه. هذا الانسحاب هو يعني أعتقد أنه تعبير واضح على عمق الأزمة اللي استحكمت فعليا في داخل لبنان. تأثيراته هتكون ايه يا سيد دكتور خالد؟ نعم يا فندم، تأثيراته هتكون ايه؟ فعلا حضرتك يعني متوافق مع الرأي اللي بيقول انه كده بنترك الساحة لحزب الله وإيران في لبنان انها يعني تفعل ما يحلو لها، ولا الموضوع ممكن يكون مختلف؟ مع الرأي ده ان انا مش بحبذ الخطوة ولا اشجعها ولا اؤيدها، فقط انا بفسرها ليه الحريري عمل ده او ليه الحزب المستقبل يعني ياخد خطوة من هذا النوع. لكن الحقيقة كلام حضرتك انا اقرب للميل ليه، لان المستقبل الوطني لدولة لبنان يحتاج الى تكاتف الجميع، جميع الوطنيين، جميع الاراء لابد انها تكون موجودة، جميع القوى تكون ممثلة وممثلة بفاعلية، مفيش استسلام على الإطلاق لهذا النوع من أنواع الضغط، لأنه بيمس مصالح هيكلية ومصالح استراتيجية للدولة اللبنانية. فنتمنى على عقلاء لبنان جميعا إن هم يعني يدركوا حجم المخاطر، وأعتقد كما كان أستاذ خيري من دقائق وهو بيشرح خريطة لمهددات الحقيقة يعني شديدة الخطورة وجميعها ربما ذات ارتباط بشكل أو بآخر بإيران طبعا. طبعا يعني أنا كنت لسه هقول لحضرتك ما هذا نجاح للبنان يتوافق أو يمتد، لو مدينا الخط هنشوف تصرفات الحوثي الجماعة الإرهابية ضد السعودية والإمارات ليه تداعيات على المنطقة. ما كيف ترى هذه التداعيات سيادة العميد؟ أعتقد أن للأسف الشديد الأمر ربما يكون يعني استخدام لهذه الأزرع الإيرانية من أجل تحقيق مكاسب في فيينا. فيينا والمفاوضات والمباحثات الدائرة ما بين إيران وإذا جاز التعبير المجتمع الدولي ممثل في الولايات المتحدة وخمسة زائد واحد، أعتقد أن إيران في هذه اللحظة بتحاول أنها تمارس كل أنواع الضغوط من أجل الحصول على مكاسب على مائدة التفاوض. الضغوط دي بمعنى إشهار أسلحتها واستنفار أزرعها اللي ربما شهدت قدر من الانحصار قبل هذا النوع من أنواع رد الفعل. قوات التحالف العربي كانت بتحقق انتصارات فارقة قبل أسابيع قليلة من هذه الهجمات اللي استهدفت الإمارات لأول مرة. ربما يكون المشهد في لبنان كان بيتجه إلى عكس ما كان تريده حزب الله أو يريده حزب الله، فأيضا هذا النوع من التنشيط استخدام للأزرع وضغط على أعصاب المفاوض بأن هو لازال إيران تمتلك أسلحة يمكنها إشعال، ده أوراق لعب كتير في أربع دول يعني مش حاجة قليلة. يعني وأظن إن تشكيل حكومة العراق ما هوش بعيد كتير عن نفس المشهد اللي حضرتك ذكرته منذ قليل. طيب اسمح لنا كمان دكتور خالد، داعش وخروجها مرة تانية للعلن يعني في ضربات قوية، يعني ما حدث في سوريا مش شيء قليل أبدا يعني، والعراق وما تشهده من زيادة لنشاط داعش ورجوعها مرة تانية للساحة بالقوة دي، يعني تحليل حضرتك ليه إيه؟ ده الحقيقة يعني موقع بحث فعلا وبحث معمق من ربما يعني لان ده الملف الخاص بتاعي بشتغل عليه من اللحظه الاولى. انا كنت من الناس اللي انحازت للي قال عليه استاذ خيري من دقائق برضه، وهو بيقول ان في مراكز دراسات واحنا كنا احد هذه المراكز،
وانا شخصيا كنت احد الخبراء اللي قلت ان داعش استغل انشغال العالم كله مش بس سوريا والعراق بجائحة كورونا وتفاصيلها وتفاصيل اللقاحات والوباء وغيره اللي كنا كلنا جميعا منشغلين بيه بان هو يستعيد صفوفه ويرمم ما خسره في الفترة الماضية، وكمان ان داعش عنده قدرة على قراءة ضعف الاخرين. الازمة السورية لانها لازالت ازمة مفتوحة ولم يصل فيها المجتمع الدولي ولا الاقليم الحقيقة للأسف الى حلول ناجزة على المستوى السياسي واللي هو كان هينعكس على المستوى الامني، جعل داعش تطل برأسها مرة اخرى وتستغل تخاذل الاخرين. الاخرين مفيش خطط امنية للمكافحة بشكل حقيقي، مفيش حل يحط الشمال السوري جوه منظومة دولة حقيقية، فاذا بالشمال السوري يعني تتنازعه الاهواء، موجود فيه تركيا بقوات عسكرية، موجود فيه قوات سوريا الديمقراطية، الجيش الامريكي، قوات التحالف اللي بتكافح الارهاب موجودة، ومع ذلك ما شفناش حل حتى في الافق ولا حد بيتحدث عنه، وكأن الجميع استمرأ هذا الوضع. الوحيد اللي يستثمر وضع على هذا النوع هو داعش، وهو التنظيمات الارهابية، وهو التهديد الامني، ولذلك عاد بقوة في محاولة تحرير اسراه كي يسترد قدر اكبر من العناصر اللي تقدر انها تتحرك في هذه الفراغات. طالما في فراغ امني يبقى على طول نتوقع التهديد. الجانب العراقي الحقيقة وان كان الحال افضل قليلا، والجيش العراقي والمخابرات العراقية والاجهزة الامنية بتبذل جهد كبير، لكن المشكلة العميقة الخاصة بتشكيل الحكومة وهذا الصراع السياسي اللي برضه ما كانش على المستوى والقدر اللي جعل ان فترة دخلنا في 3 أو 4 أشهر، حقيقة كانت الفرصة برضو متاحة قدام داعش ان هي تعيد مرة اخرى اثبات نفسها، تكسب مناطق حركة. الحادث الاخير ما هواش الحادث الاول بالمناسبة، وان كانت الحوادث اللي قبل كده اقل شوية في عدد الضحايا، لكن احنا رصدين ان في تحركات مؤثرة جدا. داعش كان بيحاول ان هو يستولي على مدينة كركوك الاستراتيجية ما بين العراق وما بين اقليم كردستان، اشتغل كتير جدا على عمليات خاطفة وكان بيوقع ضحايا، ده كان يفسر ان في نشاط كبير بيقوم به داعش في هذه الفترة. الحادث بتاع سوريا اعتقد انه ربما يكون جرس انذار ان يبقى في 200 داعشي بيخشوا يهاجموا سجن ومعركة مسلحة تستمر ل4 أيام، اعتقد جرس انذار ما فيش اعلى من كده كي ينتبه الاجهزة الامنية وكي ينتبه المجتمع الدولي ان ترك دولة مثل سوريا من دون حل حقيقي مستقر بقى يبص للمستقبل السوري بقدر من الرشد، ان هو من الممكن ان احنا نرجع تاني ونعيد نفس الدايرة ونجد ان داعش موجود على الساحة وبيعمل تهديد زي التهديد اللي احنا شفناه الفترة الماضية دي. يا سيادة العميد انا عارف انك مشغول جدا، ولكن فرصة ان يعني ادبسك على الهواء معانا. انتوا عاملين دراسة مهمة من المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، فعايزين موعد على الهواء اهو الاسبوع الجاي، عايزين نشرح للسادة المشاهدين على الشاشة وناخد الدراسة نتناقش فيها ونشرح مراكز الإرهاب بتتحرك ازاي في العالم واحنا رايحين لفين وشكل 22 مع الإرهاب ايه. ف ياريت حضرتك هتوعدنا بده؟ يشرفني ويسعدني جدا جدا اللقاء بحضراتكم وبجمهوركم المحترم، وان شاء الله نكون مع بعض الاسبوع القادم باذن الله. بشكرك جدا سياده العميد الدكتور خالد عكاشة رئيس المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجيه.